أخبار اليوم. أحب أن أشكر بعض الناس اللي ساعدوا في أن احنا نتواجد الليلة لهذا الاحتفال الكبير، لأن كتاب إنشاء حواس مش حاجة محلية، حاجة عالمية بتروج الأنشطة الثقافية والفنية في جميع الحاجات. أصار أن الكتاب فخر لمصر والناس في العالم كله هنرجع تاني من خلال الكتاب ده، لان توت عنخ امون في قلب كل واحد في الدنيا، والكتاب فيه اكتشافات جديده عن الاستاذ بتاع توت عنخ امون وعن عيله توت عنخ امون اللي كشفناها بالدي ان ايه وازاي مات ما اتقتلش، وبنرد على كل الدعايات اللي اتقالت عليه، وبنتكلم عن لعنه الفراعنه وبنتكلم عن جنون توت عنخ امون. الكتاب ده الكشف بتاع مقبره توت عنخ امون اعظم كشف في القرن العشرين، والكتاب ده اعظم كتاب اتكتب في القرن الواحد والعشرين، مش عشان انا اللي كتبته، لا، عشان عشان الكتاب ده صور لوحات فنية رائعة في سحر الكشف كله. Alessandro Panini and the Golden Boy in Pot we present is a teacher that has inspired millions of people. هنا by understanding that we understand